الكاسوب الانتظار، الكاسوب الانتظار، هي العميمي، هي العميمي، الله 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 الله، من زينها بانت من دون اي تزايين، من عقب ما فازت نطش العمامه من فوزها، تقهر جميع المعادين وتلامس اهل الطيب واهل الشهامه. روح العميمي روح بالكاس الغالية، بالكاس الغالية، كاس سيدي حاكم الشارقة، يحفظه الله ويرعاه في قبضة العميمي مع الحيل. المركز الثاني الحذرة خليفة سلطان بن رشيد السويدي، بينما ثالث المراكز هنا حضور الله 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 الله، روح بركليب حساس يا حساس، هنا بالمركز الاول جبر مع المركز الثاني، البندقيه الغاليه، البندقيه الى بركليب، الى ممثل مدام التايم، احد الابطال، احد الكبار، لابد من حضور الكبار في اليوم الكبير، وبركليب يظفر بالبندقيه الغالية الغالية. سلام يا المدام، سلام سلام بن كليب، سلام، تحية واحترام الى داعم هذا الشعار سيف العلي بن كليب. الف تبي من يظفر المركز الاول والثاني على التوالي، المركز الثالث تنطلق أزوة إلى الصدارة وإلى البداية مع شعار الدرعية، عبد الله بن سلطان الدرعية يحقق هذا الانتصار في هذا المساء في اليوم الختامي في ذروة السلام، في هذا المساء الرائع، في هذا التحدي الجميل. سلام سلام إلى مالك غزوة عبد الله بن سلطان الدرعي على انتزاع غزوة بالمركز الأول في ثالث الأشواط، والعصابة بند بدون يوامر ولا تعليمات، وعلى الصدارة تحقق هذا الانتصار بالمركز الاول. تهانينا والناموس الى عبد الله بن سلطان الدرعي على انتصار غزوة بالمركز الاول. المركز الثاني خيرة سالم بن سيف بن علي بن سويلم، المركز الثالث كان الوصول لمتابعينا. الماهر والشبابي، الماهر والشبابي، هنا مع هذا الانطلاق الجميل، هنا مع هذا التحدي، الماهر الماهر الماهر، المنصوري لا زال صامدا، المنصوري لا زال مع المركز الاول، مع الصدارة الاولى، يقدم هذا الاداء الجميل، يقدم هذه الانطلاقة هنا حتى هذه اللحظات. الماهر والاقرب، الشبابي يحاول مع المزروعي، الختام، شوط الختام، ذروة السلام لهذا المهرجان. الماهر الماهر الماهر، سلام يا المنصوري، سلام، تهانينا والناموس لمالك الماهر علي بن راد بن غالب المنصوري، من انتصر بشوط الختام. الشبابي مع المركز الثاني، احمد بن خلفان بالصايق المزروعي، بينما انا اشهد ان منطر بغنى وغنيت انا اليوم ترباني لاجل الوطن، ما ذخر غنى منا منا ان العمر فاني، يا ما كتبنا ولحنا في الدار عذبتنا الحاني، من دونها ما تحصنا في حكمة الانسان يحسن.